في يوم من الأيام كان هناك رجل يدعى كريم. كريم كان مهندسا ناجحا وعاش حياة مستقرة وهادئة. كان شغوفا بالتكنولوجيا والابتكارات، خصوصا في مجال الطاقة المتجددة. كريم لديه صديقة مقربة تدعى سرة، وهي سياسية موهوبة تعمل في إحدى المؤسسات الحكومية الكبرى. كانت سرة تعتقد أن دخول شخص مثل ماسك إلى حكومة ترامب قد يساعد في إحداث تغيير إيجابي نظراً لرؤيته المستقبلية في مجالات الفضاء والتكنولوجيا. ومع ذلك، كانت هناك مخاوف واسعة النطاق بين الناس، حيث كانوا يعتقدون أن وجود رجل أعمال كبير سينتج عنه تضارب في المصالح. كانت سرة تؤكد لكريم أن العبرة بالنوايا الحسنة وأن مصالح الجميع ستتواءم في النهاية لتحقيق ما هو أفضل لأمريكا. وفي ليلة ذات سماء صافية، جلس كريم وسرة يتناقشان حول المستقبل في شرفة المنزل. قال كريم: دايماً عندي هاجس من الارتباط بين الاقتصاد والسياسة. ممكن تتداخل له المصالح بطريقة تضر العامة. هزت سرة برأسها وقالت: طبعاً ممكن، بس لازم يكون عندنا تفاؤل وتخطيط حكيم. كل المؤسسات عندها نظام رقابة ونوازن في قراراتنا. مع مرور الأيام، زادت الاحتجاجات والمناقشات حول هذا القرار. في أحد الاجتماعات العامة، قدمت سرة رؤية جديدة تعتمد على شفافية أكبر ومحاسبة للقرارات. كان الحضور مستمعين بشغف لما تقوله، وأسئلة الصحافة كانت لا تنتهي. بينما كان الإعلام يغطي الانقسام بين المؤيدين والمعارضين، قرر كريم أن يكتب مقالاً يعبر فيه عن رأيه الشخصي. كتب عن أهمية الابتكار والتقدم، لكنه شدد على الحاجة إلى مراقبة دقيقة وشفافة لضمان عدم استغلال أي جانبي القوة. بعد فترة، بدأت الأمور تستقر نوعاً ما. تم إنشاء لجنة مستقلة للتحقيقات تراقب الأداء وتفحص تضارب المصالح. شعر الناس بالارتياح تدريجياً لأول مرة منذ فترة. وهكذا استمر كريم وسرة في العمل معاً، كل منهم في مجاله، لتقديم الحلول والاقتراحات البناءة لمستقبل أفضل. كانوا يؤمنون أن التعاون بين القوى المختلفة في المجتمع هو السبيل للمضي قدماً وتحقيق التوازن والتنمية المستدامة.